ما دمنا متواصلين مع كل احبابنا واصدقائنا في كل مكان، ويمكن يا حمزه اليوم الصباح تحديدا كان في ظاهره غريبه وظاهره مختلفه، ظاهره فلكيه نادره الحدوث، كسوف الشمس اللي حدث صباحنا اليوم، وعدد كبير جدا من الناس في منازلهم لاحظوا كسوف الشمس، وكسوف الشمس كان واضح للعيان، ليس بالعين المجرد وانما بالشكل العام لشكل الضوء بتاع الشمس اختلف تماما وتغير. فدي كانت ظاهرة فلكية تسمى بظاهرة الاقتران، صحيح، بتحدث يعني عوامل مختلفة لكنها هي في الأخير ظاهرة نادرة الحدوث. صحيح، نادرة الحدوث بالتحديد في 2020. احنا نشاهد الآن صور على الشاشة على الهواء مباشرة، بنشوف انه حتى النظارات الشمسية او النظارات اللي هي مخصصة لنظر مثل هذه الحالات والظواهر الكونية، يعني احنا بنقول انه حتى النظارات الشمسية العادية هي غير مطابقة للمواصفات والمقاييس والأشعة المنبعثة من الشمس، ممكن تأثر سلبا على صحة العين. هي كانت ظاهرة يعني كونية، كل الناس اللي هم عندهم النظارات المخصصة استمتعوا أكيد بالمشاهد. النظارات الشمسية العادية ما بتحمي، والإنسان دائما يعني بيتم تحذيره في مثل هذه الظواهر بأنه ما ينظر للشمس مباشرة، لأنه الحياة دي بتسبب له مشكلات الشبكية. الظاهرة كانت من الساعة 5:58 دقيقة حتى في السودان تحديدا، حتى الساعة 8:58 دقيقة في الخرطوم كانت واضحة، لكن في الدمازين تحديدا كان الظهور أكثر وأكبر واضح بصورة كبيرة، والظاهرة نفسها استمرت في العالم لمدة 5 ساعات، يعني كل العالم اليوم شاهد ظاهرة كسوف الشمس، الظاهرة الكونية اللي تسمى بالاقتران. وعلماء الفلك والباحثين في علم الفلك كانوا حريصين في التواجد يعني أمام الشمس مباشرة مع مناظير مخصصة للنظر للشمس وتعرف على هذه الظاهرة. يا حمزة بيقال إنه في حالة عدم توفر نظارة مخصصة للنظر ممكن من خلال يعني صورة الأشعة المقطعية تقدر تنظر للشمس، لكن طبعا بعد ما تأكد لأنه دي بعد الأقاويل، لكنها هي قد تكون صحيحة في أنك تنظر للشمس وتعرف على هذه الظاهرة الغريبة. في إشارة برضو لأنه مدير معهد السودان للعلوم الطبية قال إنه في نوعين آخرين من أنواع الكسوف، فمنها هو الكسوف الجزئي، يحدث عندما يغطي القمر جزءا من قرص الشمس، أما النوع الآخر فيطلق عليه الكسوف الكلي، ويحدث هذا النوع عندما يغطي القمر قرص الشمس تماما. يعني المدن اللي شهدت الكسوف صباحا حسب البيان الصادر من الجمعية السودانية علوم الفلك أسلفت الزميلة لينا مدينة الدمازين وكادوغلي بور السودان، أيضا وكسلة في شرق السودان خرطوم والفاشر ووادي حلفة، وهذه المدن يعني حسب أسبقية زمن حدوث تلك الظاهرة. أما نسبة تغطية القمر لغرص الشمس المشاهد في كل مدينة من تلك المدن على التوالي 92%، 85%، 72%، 83% إلى 55%. نعم، وهذا الكسوف يسمى بالكسوف الحلقي لأنه على شكل حلقة زي ما واضح لنا، فهو سمي بالكسوف الحلقي. والجميل أنه عدد من المصلين في المساجد أدوا صلاة الكسوف وفقا للسنة المحمدية أو المتبعة يعني. صحيح، إذن دي إشارات مختلفة كونية تحدث بصورة نادرة، وخاصة في سنة 2020 نأمل إنه تكون بردا وسلاما وتذهب بسرعة حتى تأتي بقية السنين الأخرى تحمل كل البشريات للشعوب والعالم أجمع. أنا يعني ذكرت إنه علماء الفلك كانوا مهتمين، حيكون حريصين جدا يكون معنا أحد علماء الفلك المهتمين بمجال الفلك، لكن اليوم هم مشغولين تماما بهذه الظاهرة الكونية الغريبة اللي هي مستمرة، أو في السودان يمكن هي انتهت من 58 لكن في كل العالم مدة 5 ساعات. نتمنى الناس دائما تتابع الأخبار الفلكية المهمة، لأنه الفلك جزء من الكون اللي إحنا فيه هو أساس الكون، فاهتمام بالأخبار الفلكية أو غيرها من كسوف الشمس وكسوف القمر مهم جدا جدا في حياتنا. يعني في اضافه ثانيه لينا ممكن نمر عليها سريعا، اشرنا في مجمل حديثنا عن الكسوف الحلقي بالنسبه للشمس اليوم. احنا نقول النظارات الشمسيه اللي هي عند الباعه المتجولين في كل مكان غير
مرات ما بتكون مطابقة للمواصفات والمقاييس المحلية والعالمية، ممكن تؤثر سلبا أو سلبا على العيون. في الطبيعة يعني أنت لما تنظر للشمس بتكون عندك نظارة شمسية عادية، التفاعل بتاعها مع البلاستيك ممكن يؤثر برضو على العين. على العموم الناس هتكسر على الهواء مباشرة اليوم. أنت عارف السبب في عيوني الثانية دي شنو؟ النظارات الشمسية. لأنه كنت يعني حريصة دائما أنه أنا ألبس نظارات شمسية، وكانت موضة في يعني فترة زمنية محددة، وكنت بشتريها من الأسواق بدون ما يعني أراجع طبيبة وأتأكد تماما من أنها هي مناسبة مع عيوني، فكانت السبب في أنه أنا حاليا أكون يعني لابسة عيون ثانية. ألف سلامة. على العموم أتواصل معكم مشاهدينا عبر صباح الشروق، نطلع فاصل ومن ثم نعود نواصل ضفقنا الصباح الحي، ما تمشوا بعيد، خليكم قرب.